مشاهدينا دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم ابرز واهم الاخبار المقرر حدوثها النهارده باذن الله، وهنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. اخبار كتير هتحصل النهارده، من بينها انه النهارده هيشارك شريف فتحي وزير السياحه والاثار في فعاليات الدوره 43 للمعرض السياحي الدولي WTM لندن 2024 اللي بيعقد خلال الفترة من 5 ل 7 نوفمبر الحالي بالعاصمة البريطانية لندن. وبترجع أهمية المشاركة في هذا المعرض باعتباره أحد أهم البورصات السياحية المهنية على مستوى العالم، اللي بتحرص مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار على المشاركة فيه سنوياً، لا سيما في ظل كون السوق البريطانية أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر. النهاردة تنطلق فعاليات الدورة 10 من معرض غالف فود للتصنيع، وبتستمر لمدة 3 أيام بمركز دبي التجاري العالمي. وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه بيتم تنظيم مشاركة 18 شركة مصرية بفعاليات معرض غالف فود للتصنيع 2024 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة ريال مدريد الأسباني مع إي سي ميلان الإيطالي في تمام الساعة 10 ليلاً. في نفس التوقيت مباراة كولن من ليفربول الإنجليزي مع بايرن ليفركوزن الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.